البحث العلمي هو قطار التنمية في أي دولة، ومن هذا المنطلق قام الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة تفقدية لمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ، وكان في استقباله اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وقاموا بجولة تفقدية داخل محطة إنتاج التقاوي بسخا وعدد من الحقول البحثية بالمحطة. هو احنا لسه في بداية الجولة، بس احنا شايفين ان المحطات الغربلة والفرز كلها الحمد لله شغالة، الامكانيات اللي موجودة امكانيات مبشرة بالخير، وبتتم تحت اشراف مباشر من المسؤولين عن الإدارة المركزية للتقاوي، وده يمكن هو اللي بيدي السمعة المتميزة عند المزارع بأنه التقاوي اللي بتنتجها وزارة الزراعة تقاوي متميزة، وبيتم تقديمها بأسعار مناسبة جدا، تقريبا يعني هامش بسيط خالص فوق التكلفة. طبعا يعني احنا شركاء مع مش وزارة الزراعة بس، كل الوزارات المختلفة، احنا اساس كل سواء الزراعة سواء كهرباء سواء صرف مية اسكان، كل الحاجات دي كلها احنا موجودين هنا، لان احنا اللي محتكين برجل الشارع، واحنا المعنيين بزيادة التنمية ومتابعتها حتى وصولها لولادنا. الزراعة طبعا وكل المشروعات اللي احنا بنعملها دي احنا شركاء اصليين وفاعلين معهم، حتى ان هي توصل لولادنا وتوصل بالطريقة اللي احنا نستفيد منها كدولة واللي يستفيد منها اولادنا ان شاء الله. وفي سياق متصل، قام أبو ستيت بزيارة لصرح من الصروح العلمية، وهي محطة بحوث الجميزة بالغربية، وكان في استقباله اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وقام بجولة تفقدية لأهم أنشطة المحطة، والتي تضمنت محطة غربلة وإنتاج التقاوي وبعض الحقول البحثية، كما شملت الزيارة محطة الإنتاج الحيواني والداجني والتي نجحت في إنتاج سلالات جديدة. الأبحاث لابد أنها تخدم قضايا ومشاكل بيعاني منها المزارع، مش الهدف منها أن احنا نركنها في الدرج ولا أن احنا نترقى بيها، لكن احنا ممكن نترقى بأبحاث تفيد ونستفيد. وده الحقيقة اللي أنا شايفه سواء في كفر الشيخ أو في الغربية، باحثين مجتهدين بيأدوا عملهم بأمانة وإخلاص. كل المحاصيل الصيفية اللي اتفرجنا عليها شفنا النهاردة حلول لمشاكل بيعاني منها المزارع. بعد طول 50 عام انتظار ان احنا يبقى لمحافظة غربية ظهير صحراوي، احنا منسقين مع اخواننا في القوات اسكان، ان شاء الله هيخرج هذا لحيز التنفيذ باذن الله، بس هيبقى فيه نقلة، مش هيبقى مساحات زي باقي محافظات الجمهورية ان يبقى فيه ظهير المزارع يروح الصبح زراعته ويرجع تاني يوم، لا ده هيبقى فيه نقلة، هننقل اسكان، هننقل مستشفيات، هنبقى مدارس، هننقل نوادي، هننقل افرع حتى من الجامعة بتاعتنا في طنطا، بحيث ان احنا يبقى ده كله بيخدم على الناس اللي مقيمة واللي هي بتنتج انتاج فعلي، وهنبقى زراعتنا مرتبطة بالصناعات اللي موجودة في الزراعات الموجودة عندنا.